مرحبا بمستمعي راديو بازار مرة أخرى، ومرحبا بضيفي سي غازي الشواشي. سي غازي، الفقرة هذه اسمها ميسنجر، يعني قدامك بي سي وأنا باش نعطي لك أسماء وأنت باش تبعث لهم ميساج وبإيجاز. يعني بإيجاز أول اسم معنا هو رئيس الجمهورية. لا، رئيس الجمهورية أنا نعتقد يلزمه، معناها يلزمه ياخذ قرار اليوم، معناها قبل يتخذ فيه قرار. رئيسة الحكومة. رئيس الحكومة عليها الرحيل وتحضر روحها للمحاسبة وتحمل مسؤوليتها، لأن حذرناها ويبدو تحذيرنا ما خذتوش على وجه الجدية. علاش بنيت الموقف هذه سي غازي؟ لأن أنا قاعدة تساهم في تخريب الاقتصاد البلاد، قلت لك قاعدة تأجج في الأوضاع الاجتماعية في بلادنا، وتعرف أن هي معناها غير قادرة اليوم، لا عندها الكفاءة ولا عندها الخبرة ولا عندها التجربة ولا عندها الشخصية، لأن رئيس حكومة ما عندهاش شخصية اليوم باش تكون في ذلك المنصب الحساب في الفترة الصعبة اللي عايشتها بلادنا. نعتبروا الحكومة برمتها غير شرعية، وبالتالي كل ما بني على باطل فهو باطل، وكل قراراتها تعتبر باطلة. الأطراف السياسية المعارضة والمساندة لمسار 25 جويلية كلهم يتحملون مسؤولية الفشل في العشرية الفارطة بنسب، مش كما الحكم كما اللي محكمش، الكل يتحمل مسؤولية. هذاك علاش الكل لابد أنه يراجع نفسه ويعمل نقده الذاتي اليوم، يبني على إيجابياته ويحاول يخرج من منطقة التجاذبات والمزايدات والديولوجيات العمياء اللي قاعدة تعطل فينا، ويعرف أن تونس في حاجة أنه بكنا نكون حاملين لمشروع ونرجع الأمل معنا في التوانس ونمارسوا سياسة بأخلاق. اتحاد الشغل. اتحاد شغل منظمة عريقة، تمنينا أنه تلعب دورها معناها أحسن من اللي لعبته. يعني مش قادة تلعب موقف للأمانة، الموقف المحايد هذايا لا أكحل لا أبيض للأمانة، نعتقد يضر أكثر منه ينفع للبلاد. هي اختارت الطريقة ذاك تتحمل مسؤولية قراراتها. منظمة الأعراف. منظمة الأعراف هذه المنظمة اللي في كل الحكومات معناها صوتها مرتفع وبيانات، وعمك سمير ماجول يخرج ويتكلم اليوم لا خبر ولا بيانات، مطبعين مع عملية معناها الانقلاب، بالرغم أنه هما أكبر ناس متضررين وقاعدين يعانيوا معناها، ومشاريعهم معطلة والبنوك ما عادش تمول فيهم، أسمع، ومناخ الاستثمار معناها في حالة شلل اليوم وانكماش كبير، وبالتالي الناس بالرغم أنه أكبر متضررين، ولكن في اعتقادي ثم برشا جبن لدى هذه المنظمة. ثم سؤال نسيت ما طرحتوش، هو بخصوص الاحتجاجات الأخيرة، يعني ثم شكون يعتبرها تخريب؟ ماهيش كل الاحتجاجات نحن داعمينها، لأن احتجاجات مشروعة اجتماعية، الناس جاعت، الناس فقدت الأمن، الناس تلوح روحها في البحورات، الدنيا غلات، قيس عيد معناها يرحي في الدولة ويدمر في مؤسسات الدولة، وبالتالي نحن داعمين كل الاحتجاجات في إطار السلمية بدون استعمال العنف، في إطار معناها قوانين واحترام معناها قوانين البلاد، ولكن قاعدة الاحتجاجات تواجه بقمع. اليوم فما شبيبة معناها باش يعديوا البكالوري عمرهم 17 و18 سنة من جماعة فوشانة موجودين في السجون يحتكون بالمجرمين، علاش؟ لأنه محتج على أوضاع اللي عايشها معناها المعهد متاعهم. هذا هو القمع اللي عانيناه في عهد بورقيبة، في عهد بن عنيل، الآن يتكرر في عهد قيس سعيد. هم مؤسسات الدولة قالت لك يعني الاحتجاجات هذه فما شكون وراه يوزع في الفلوس، ديجا هبطت وزارة الداخلية بلاغ. اسمع، وزارة الداخلية شكون يصدقها؟ حتى حد ما يصدقها، هذه فاقده للمصداقيه، خاصه تحطوا على راسها واحد كيما معنا السيد توفيق شرف الدين. تعرفوا نحن مقدمين به شكايه السيد توفيق شرف الدين، واعتدى علينا ومنعنا معناها من التظاهر معناها، ومعناها ومنعنا معناها من التنقل، ومنع معنا نوابنا معنا من السفر، وبالتالي هو وزاره قمعيه اليوم رجع للنظام بوليسي بامتياز. لكن ما نجموش نكذبوا البلاغ وزاره الداخليه. لا لا، ما حتى حد ما يصدقها، انت غير مش في حاجه باش تكذبها، خاطر وزاره الداخليه السيد لا حد يصدق. ماهيش وزير الداخلية، يعني هي هياكل قاعدة تخدم. لا، ما فماش هياكل، فما وزير يحكم واختار معناها مساعديه، واللي اختار فيهم ويسمي فيهم، بالتالي هي وزارة فاقدة لكل مصداقية، كل بياناتها معناها الضحك أكثر منها واحد، معناها ضحك بياناتها ضحك للأمانة، كريتو كل بيان تخرج الناس حتى على الفيسبوك معناها يتمسخروا من هذه البيانات، وبالتالي ما عندها حتى مصداقية. وأنا نعتقد العودة لدولة البوليس والعودة للقمع البوليسي راهو هذا بالزيد يأجج الأوضاع، وباش ترجع
عليهم راهو بالوبال، والناس هذه اللي ما تحكمتش في عهد بن علي ستحاكم ان شاء الله عند استرجاع الديمقراطيه. على كل تحيه لقوات الامن الوطني الشرفاء اللي قاعدين يخدموا، اللي ما نجموش ننكروا يعني جهودهم اللي قاعدين. انا نحكي على وزاره الداخليه، نحكي راسا على وزير الداخليه والناس اللي تقمع، اما معناها بيان سور امننا معناها في الشرفاء اكثر من أكيد. الاخرى راهي اقليه، نحكي على السياسات. ما نحكيش على عوان، الناس قاعده تعبه ومش ماخذين حقهم ومضحين، وانا معنا اصدقاء الامنيين وديما داعمين الامنيين. وشكون استفاد رغم الثوره؟ اكثر ناس استفاد المؤسسه الامنيه والعسكريه، لانه اكتشفنا انه امننا هو راس مالنا. هذاك علاش تحطت المليارات وتحط الدعم وتحط التكوين باش يولي عندنا امن جمهوري ومؤسسه عسكريه معناها جمهوريه. ولكن للامانه لحد الان للاسف الشديد كل ما يجي طرف عنده رغبه في القمع ولا اللي يفرض الاجنده نتاعو، توفيق شغل في الدين عنده رغبه في قمع التوانسه، وبالتالي ويحاول توظيف المؤسسه الامنيه. مش نقصدوا على الامنيين الكل، نحن نحكيو على الامنيين اللي يقع تكليفهم بقمع هذه الاحتجاجات او اجراء لقافات. نحن رينا لقافات اليوم بسيارات باناليزي وبناس سيفيل يوقفوا في العباد في الشوارع. انا امن جمهوري، هذا هذه عصابات مسلحه، هذه ميليشيات مسلحه، شكون المسؤول عليها؟ انا مش ولا امني، راه الامني مسكين يطبق في التعليمات، انا المسؤول عليها السيد توفيق جمر الدين ومعاونين، نحن قدمنا بهم قضايا ونتمنى يجيوا عهد والناس هذه تتحاكم. على كل تحيه لكل قوات الامن والقوات العسكريه من راديو بازار، ونشكرهم على المجهود اللي قاعدين يبذلوا فيهم. سي غازي نشكرو قبل كل شيء على تلبيه الدعوه، نخلي لك كلمه الختام. كلمة الختام كما قلت، نتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق. شكرا. في هذه المحطة الإذاعية معناها الفتية اليوم معنا في تونس بازار معناها راديو، إن شاء الله معناها تقدموا الإضافة، إن شاء الله معناها تقدموا معناها برامج معناها ثرية معناها تفيد الشعب التونسي، وتخرج من المنطقة الباز وتخرج من منطقة المعارك الهامشية، وتكون معناها برامج هادئة وحاملة لرسائل. نتمنى لكم التوفيق. شكرا. ونشكركم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله معناها أيام سعيدة لهذه الإذاعة. شكرا لك، وهكا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم. ملتقانا الخميس الجاي مع ضيف جديد وملف جديد. إلى اللقاء.